الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم. في البداية اقر واعترف ان انا كنت غلطان. انا كنت فاهم ان المباراة هتتلعب في الجو، وكنت فاهم ان المباراة هتتلعب على الكرات العرضية، والتوقع ده طلع صحيح، لكن كنت فاهم ان المباراة هتكون ضعيفة. وبصراحة في الناحية دي كنت غلطان، لان المباراة كانت قوية قوي. المباراة كانت قوية قوي لدرجة ان انت لو من جمهور الوداد هتبقى مبسوط قوي بال 60 دقيقة اللي الوداد لعب فيها، ولو انت من جمهور الترجي هتكون مبسوط قوي بال 30 دقيقة الاخيرة اللي في المباراة، لان المباراة في الدقيقة 59 حاجة والدقيقة 61 حاجة تانية. الدقيقة 59 فريق الوداد يحاول بأقصى قوة ان هو يسجل هدف. بعد الدقيقة 61 فريق الترجي متوحش. فريق الترجي بيحاول كل المحاولات الممكنة للتعادل. فريق الترجي بعد الدقيقة 60 الشخصية اللي ظهرت في الملعب، ايه يا جدعان الجمدان ده؟ معلش يا كابتن طارق، انت كنت مخبي الكلام ده فين؟ كنت مخبي الترجي في 60 دقيقة تدافع بيه ليه؟ يعني انت عندك فريق فنيا قادر ان هو يسيطر على الملعب، حتى لو المباراه في المغرب وجمهور الوداد عمل عظمه في المدرجات، قادرين ان هم يسيطروا وقادرين ان هم يلعبوا كوره. والفريق الوداد رجع مره واحده، ما حدش فاهم بقى ايه اللي حصل. فريق الوداد بعد ما سجل الهدف اللي هو باشا، يلا نرجع نلعب على المرتدات. باشا مش الركراكي، مش هنا الركراكي، مش هنا اللي واقف كابتن عادل رمزي. اصحوا كابتن عادل رمزي من مدرسه الكره الهولنديه، اللي هو معلش يعني جبنا الهدف الاول يلا ندور على الثاني. كابتن عادل رمزي كان بيبص للعيبه لو اطلعوا قدام رجاله، اطلعوا قدام رجاله. يعني كابتن عادل رمزي كنا بنتكلم على الجمله الفنيه بتاعته بتاعه ايوب العملوط، حصلت في الملعب. ايوب العملوط بيجي من تحت وبيتلعب له كره عرضيه، حصلت. حمدي الهوني غايب النهارده، يحيى عطيه الله لعب له واحده، وايوب العملوط كان هيقدر ان هو يسجلها. لكن في بدايه المباراه كابتن طارق ثابت برده للامانه يعني يستحق الاحترام، لان كابتن طارق ثابت لما حب يدافع عرف يدافع. كابتن طارق ثابت لما كان عايز يلعب على المرتدات عرف يلعب على المرتدات. كابتن طارق في اول دقيقه اسامه ابو جره كان هيسجل هدف الاول، في اول دقيقه اسامه ابو جره كان هيسجل هدف الاول لفريق الترجي. هو مقفل نص الملعب بغاسل وهابي وانوتشو، انوتشو انجوبولو، هو مقفل بيهم اتنين ديفندرات زي ما الكتاب ما بيقول، وانت بتلعب 4 5 1 صريحه. انت بتلعب 4 5 1 صريحه، اسامه السهلي ورائد بوشنيبه على الاطراف، وفي العمق بتلعب بتوجاي وبتلعب بياسين مرياح. توجاي النهارده كان هيقدر ان هو يسجل، ولكن الكره جت في ايده رودريجو رودريجيز، جات له فرصه وفي وتألق فيها يوسف المطيع. كل الكلام ده وفريق الترجي بيدافع، يعني كل الكلام ده وفريق الترجي بيدافع. الوداد عمال يديك عرضيات، يعني الوداد عمال يلعب عرضيات يلعب عرضيات يلعب عرضيات. وشارك البحري في واحده كان هيسجل الهدف الثاني، ده طبعا بعد الهدف الاول ما تسجل. ولكن للامانه هم الشوط الاول ما كانش عندهم فرص كتيره، يعني هم الشوط الاول الوداد ما كانش عنده فرص كتيره. الوداد كان عمال يلعب عرضيات 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 من كل حته في الملعب. اختارهم كره بتاعت ايوب العملود وسفيان احناش، عمل مباراه حلوه قوي. محمد اوناجم مع احترامي الشديد لسه بيدور على فاولات، واي حكم حكم لاوناجم قبل كده عارف ان اوناجم بيحب يلبس اي حكم فاولات، وبيحب ان هو يعمل جنبات كتير على الفاضي. فالنهارده اوناجم حظه الوحش ان هو واقع في حكم كان فاهمه وحكم له كتير في مصر، فاي كره لاوناجم حتى لو فول ما كانش بيصفر له عليها. هشام بسوفيان عمل ماتش حلو، بس عجبني اكتر الكره العرضيه بتاعته، انا كنت متاكد ان هي هيتم تسجيلها هدف. وبرده كابتن عادل رمزي كان عاطي تعليمات صريحه للاعيبه الوداد، شوط من اي حته في الملعب، اللي هو شوط من اي حته في الملعب. اللي بيلعب حارس المرمى البديل، اللي هو مفروض الخبرات، اللي هو مفروض قائد الفريق المعز بن شريفيه، اللي بيلعب علشان خاطر حارس المرمى امان الله ما ميش حصلت له اصابه ونزلت برد فغاب عن المباراه، اي كره شوط على الحارس، شوط شوط شوط. عشان كده كنا بنلاقي فريق الوداد بيشوط من نص الملعب. يحسب على المدير الفني لفريق الترجي حاجه واحده بس، ان انت تغيير يانسيس اتاخرت قوي. تغيير يانسيس بحسام الدين غش اتاخرت قوي، اما تغيير كيبه سوي برودريجو رودريجيز فما اتاخرتش ولا حاجه، وبالعكس كانت تغييره موفقه، لان انت كان المفروض ان انت تلعب في الهواء كتير، ورودريجو رودريجيز كان عنده مشكله في ان هو مش عارف ياخد كرات من فوق من جمال حركاس ومن امين ابو الفتح. زكريا الدراوي عمل ماتش حلو قوي، يحيى جبران عمل ماتش حلو قوي، بتتكلم على سفيان احناش برضه عمل ماتش حلو. فريق الوداد كان حاجه قبل الهدف وبعد الهدف، فريق الترجي اجبره على انه يكون حاجه ثانيه. رد فعل الترجي كان مرعب، رد فعل الترجي بعد الهدف كان مخيف. فريق الترجي شخصيته في الملعب هي اللي طمنت جمهور الترجي ان الفرقه دي تقدر تعمل حاجه في تونس، ان الفرقه دي 2-0 مش مستحيل على الترجي في تونس. الوداد جمهوره انبسط ب 60 دقيقه، ولكن اخر 30 دقيقه فريق
الترجي كان افضل من الوداد بمراحل في كل حاجه، ولكن النتيجه النهائيه المباراه هي فوز فريق الوداد. الوداد سجل هدف ورجع حافظ على الهدف ده لو انت عايز تتكلم بلغه الكوره. اما بلغه الجماهير فزي ما بقول لك 60 دقيقه للوداد و30 دقيقه لفريق الترجي. في الحالتين كانت مباراه حلوه بصراحه، عجبتني، كان فيها اثاره وكان فيها حماس وشغل شمال افريقيا ده اللي هو لما مؤاخذه انت في ماتشات تحب تتفرج عليها حتى لو المردود الفني قليل قوي وحتى لو الفرص شحيحه بس بتحب تتفرج عليها لان انت بتحس ان في شغل فني على الخط يحترم جدا من المدربين. اي نعم الشغل الفني على الخط الشرح بتاعه مبقاش بيجيب مع الجمهور، بس تمام يوم من الايام هيرجع الجمهور يركز على الشرح الفني في عالم كره القدم، مش يركز على مين افضل ومين احسن دول ولا دول ومين اطيب ومين اجمل والكلام الحلو ده. يوم من الايام بقى تعال ننتظر اليوم ده لما يجي، وقتها نتكلم على افكار كابتن طارق ثابت ونتكلم على 4-5-1 اللي كان قافل بيها ارض الملعب على ايوب العملود ويحيى عطيه الله، او نتكلم على الفكره الوحيده اللي موجوده عند كابتن عادل رمزي وهي فكره ان انا بجري يحيى عطيه بجري ايوب العملود من غير كوره والعب له في منطقه الجزاء. الراجل بيعرف يستلم برجليه كويس وبيعرف يسجل بدماغه كويس. لما يجي يوم من الايام نبقى نشرح الافكار الفنيه دي، ده لو حد مهتم بالافكار الفنيه دي اصلا.